باتت في مستشفى الشفاء نبشتها آليات الاحتلال، واضطر الأهالي للوصول سريعا من أجل انتشال جثمين أبنائهم مرة أخرى ودفنهم كما يليق بهم. هذه السيدة تبحث عن رفات زوجها ونجلها. حجة، شو اللي صار معكم؟ هجموا على الشفاء، وهي أشلاء جوزي، مقطعة جسمه، مقطع أشلاء. ربنا ما بيقول ولا بيرضى بربنا بالظلم. هذا ظلم، هذا ظلم، ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا رب فيهم. عظم الله أجرك يا حجة. لا نريد أن نثقل أكثر على هذه الحالات الإنسانية، الظروف هنا صعبة ومعقدة، الأهالي هنا ينتشلون جثامين أو ما تبقى من جثامين أبنائهم المتحللة، هناك عشرات الجثامين التي كانت موجودة هنا، الرائحة تسكم الأنوف بشكل كبير جدا، الجثامين الموجودة هي جثامين متحللة بشكل كبير جدا، وأصابها طبعا نتيجة المدة ونتيجة دوس آلية الاحتلال لها ضررا بالغا. الأهالي يقومون بإخراج الجثامين وأيضا ثم بعد ذلك يقومون بإعادة دفنها أو نقل بعض الجثامين. طبعا هناك جثامين في هذه المنطقة موجودة كما تشاهدون، فإن الجثامين متحللة بشكل كبير جدا. هذه المقبرة هي مقبرة من 3 مقابر موجودة في هذه المنطقة، مقابر مؤقتة بظروف صعبة، وأيضا في ظل عدم وجود أي إمكانيات يقوم الأهالي بعملية إخراج جثامين أبنائهم. طب أنتم متأكدين أنه هذا جثمانها؟ لأنها كانت ملفوفة بهاي البطانية التايجر. ما في أي دليل تاني يعني؟ لا، وأنا عارفة المكان، كنت محددة يعني على نهاية السطر تبع العمارة. شو بدكم تعملوا بالجثمان الآن؟ بدنا ندفنها في المقبرة، إيش نسوي يعني؟ إنه هذا المكان. شكر الله صحيح، الله يصبرنا جميعا، الله يصبر كل البلد، حسبنا الله ونعم الوكيل على العرب والمسلمين المتخاذلين مع اليهود، حسبنا الله عليهم. شكرا جزيلا لك. الناس هنا يقدرون موقع ومكان الجثمان ثم يقومون بانتشاله، حتى الاسم الذي كان موجودا على هذه الجثامين كما تشاهدون كلها قد ذهبت وانتهت، لا توجد، وبالتالي الأهالي قد لا يتعرفوا على مكان جثمانهم. وبالفعل تقينا عددا من الأهالي هنا يندبون حظهم، لأن ما تبقى من الجثمان حتى الرفات لم يجدوها، الجرافات داستها بشكل كامل. كل ما سبق هو مشهد من مشاهد المعاناة هنا في ما تبقى من مجمع الشفاء الطبي. إسلام بدر، التلفزيون العربي، مجمع الشفاء.